تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية. الموضوع الأول، الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة وكذلك إعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار. التمرين الأول، ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. العبارة الأولى، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحسنتم، صحيح. تبسم في وجه أخيك صدقة. الأمر بالمعروف من الأخلاق السيئة. أحسنتم، خطأ. الأمر بالمعروف من الأخلاق الحسنة وليست السيئة. صلاة التراويح هي صلاة واجبة على كل مسلم. صلاة التراويح هي صلاة واجبة. جيد، خطأ. صلاة التراويح هي صلاة نافلة تطوع، صلاة تطوع ليست واجبة. المسلم يرمي الأوساخ والقاذورات في الشارع. أحسنتم، خطأ. المسلم لا يرمي الأوساخ في الشارع. إذا نراجع، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الأمر بالمعروف من الأخلاق الحسنة، الحسنة وليست السيئة. صلاة التراويح هي صلاة نافلة وليست واجبة، واجبة خطأ. المسلم لا يرمي الأوساخ والقاذورات في الشارع، يرمي الأوساخ خطأ. ننتقل إلى التمرين الثاني. عرف الصوم واذكر اثنين من آدابه. إذا تعريف الصوم هو، الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نكتب التعريف، الصوم هو الامتناع عن الأكل كذلك والشرب كذلك وسائر الشهوات والامتناع عن كل هذا وسائر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نراجع التعريف، الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المطلوب كذلك، أذكر اثنين من آداب تعريف الصوم، أذكر اثنين من آداب الصوم. أحسنتم، السحور كذلك اثنان. جيد، الدعاء عند الإفطار. الدعاء للإفطار. إذن تعريف الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن آدابه هو السحور، هما السحور والدعاء عند الإفطار. التمرين الثالث، أكمل الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم، إذن صورة الشرح. ألم، أحسنتم، نشرح لك صدرك. صدرك نواصل، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عندك، أحسنتم، وزرك الذي، أحسنتم، أنقض ظهرك. ورفعنا لك، جيد، ذكرك. فإن مع، أحسنتم، العسر يسرا. إن مع العسر، جيد، يسرا. فإذا فرغت، أحسنتم، فانصر.
وإلى ربك. جيد، فاذهب. نراجع سورة الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. التمرين الرابع. اربط بسهم بين كل صحابي وصفاته. لدينا صحابيان، أبو بكر وعمر بن الخطاب، ولدينا مجموعة من الصفات. كل صفة نربطها إما مع الصحابي أبي بكر أم أبو بكر أم عمر بن الخطاب. إذن لدينا الصفات. هو أبو حفص، يلقب بالصديق، هو أول خليفة للمسلمين. عندما أسمع اسمه أقول رضي الله عنه. يلقب بالفاروق، هو ثاني خليفة للمسلمين، صاحب رسول الله في هجرته. إذن أبو بكر الصديق يلقب به، أحسنتم، بالصديق. أبو بكر يلقب بالصديق. كذلك أبو بكر هو، أحسنتم، أول خليفة للمسلمين. من صفاته كذلك عندما أسمع اسمه أقول أبو بكر رضي الله عنه. كذلك من صفاته هو أنه صاحب رسول الله في هجرته. أبو بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته. ننتقل إلى الصحابي الثاني عمر بن الخطاب، واسمه هو أبو حفص. كذلك عندما أسمع عمر بن الخطاب أقول رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يلقب بالفاروق عمر بن الخطاب، الفاروق. من صفاته أنه هو ثاني خليفة للمسلمين بعد أبو بكر الصديق. إذا نراجع. أبو بكر الصديق، أبو بكر يلقب بالصديق، صاحب رسول الله في هجرته، هو أول خليفة للمسلمين، وعندما أسمع اسمه أقول رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو أبو حفص، يلقب بالفاروق، ثاني خليفة للمسلمين، وعندما أسمع اسمه أقول رضي الله عنه. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.